بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الثلاثاء 14 9 20 21 ستنطلق السيارات ان شاء الله من مجزر البساتين الى المحافظات الاتيه القليوبيه 4 طن الفيوم 4 طن كفر الشيخ 4 طن القاهره 3 طن وذلك لتوزيعها من قبل المديريات الاقليميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الثلاثاء 14 9 رقم السرب تحميل أربعة طن متجهة إلى إدارة كفر الشيخ لحمص كوكل الأضحى